أطلقت جامعة آل البيت وبرعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أسبوع التنوع الثقافي الرابع، يأتي هذا الأسبوع لترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتحت شعار تبني أنماط سلوكية وصحية وحياتية سليمة شارك في هذه الفعالية طلاب من جنسيات مختلفة ابتداء من فلسطين وانتهاء بأندونيسيا، وأعطى كل منهم لمحة عن بلده من حيث اللباس والعادات والتقاليد بالإضافة إلى الأكلات المأثورة. جاء تنظيم هذا المعرض اليوم، معرض الجاليات، للجاليات التي الموجودة في الجامعة والتي تتشكل تقريبا من نحو 44 جنسية من مختلف دول العالم. هذا المعرض نظم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID التي مضى أو احتفلت قبل نحو شهر من الآن بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها، وهي عملت على الساحة الأردنية منذ عام 1948، وبسعدنا التعاون معها لأنها بتقدم خدمات جليلة للمواطنين وفعاليات مختلفة. إشباع حاجات الطلاب وحبهم للتعرف على كل ما هو جديد وعلى الثقافات المتعددة والانفتاح والتواصل مع الأخوة العرب وغيرهم كانت دوافع جامعة آل البيت لتنظيم هذا الأسبوع بهدف بناء الجسور والربط بين الثقافات. اليوم في عنا حرف يدوية، طبعا النقشة المصنوعة يعني على الإيد، بس الخشب طبعا صناعي. النقشة على الإيد طبعا تختلف من مدينة لمدينة. والله المعرض إنه عجبنا وبينا الثقافات الأخرى ودمج بين الثقافات الأردنية والثقافات الآسيوية، خاصة ثقافة أندونيسيا وماليزيا والثقافات العربية الأخرى السورية وفلسطين، إخوان الفلسطينية. إحنا الآن في جامعة آل البيت، كتير كان حلو الاحتفال، صار عندنا تنوع ثقافي، تعرفنا على أكلات من ماليزيا ومن دول مختلفة، تعرفنا على ثقافات ومحاضراتهم، عملوا إحياء للتراث الفلسطيني فيه، كتير كان حلو. وعلى هامش هذه الفعالية أتيحت الفرصة أمام أكثر من 200 طالب وطالبة للإطلاع على الجهود والمشاريع التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاعات عديدة، مساهمة منها في التوصل إلى حلول للتحديات التنموية التي يواجهها الأردن. لبرنامج دنيا يا دنيا، ميس سيلاوي.